الاستعدادات فهي ما غاديش نقولوا عادية، لأن هذا نهائي بطبيعة الحال خاص يكون تركيز، لا سيما أن نادي المدينة العليا ما كيمثلش غير المدينة العليا في هذه المقابلة، هذه كيمثل مدينة القنيطرة كلها، واللي كيعرف الجميع المتتبعين ديال رياضات الفوتسال أن مدينة القنيطرة كتوفر على 5 ديال الفروق اللي في الدرجة الأولى. اذا فمن العيب ان نقولوا ان يلا فريق واحد اللي توج بهذه الكاس الغاليه هذه.